لم تغب عن ذاكرة العراقيين بعض السيطرات الوهمية التي كانت تعترض الطرق في بغداد وعدد من المحافظات، والتي غيبت الآلاف من الأبرياء منذ سنين طويلة، ولم يعرفوا مصير أعداد كبيرة منهم حتى اليوم، حتى بدأت تعود من جديد لتعيد معها الرعب والخوف لدى المواطنين، وخصوصا بعد الحادثة الأخيرة التي استهدفت مجموعة من الشرطة الاتحادية وسرايا السلام، الذين اختطفوا وقتلوا من عناصر داعش بعد نصب سيطرة وهمية على طريق كركوك بغداد. احنا كل شيء ما نريد بس الجثة، العبادة مو احنا نريد بس الجثة مات ابوي. ها؟ شو نطالب احنا؟ كل شيء ما نطالب، بس الجثة يجيبوا لنا اياها ويجون. مو العبادي انت، مو انت مسؤول على الوطن، مو انت قدة الوطن، وانت خدت الوطن. مو ذولا ولد وطنه، العراق كله راح. سب الله شد هذا ذنصب قاعد غدروه. ريد ابنانك ناشط، ريد لا ماكو اذان صاغيه ما مسمعك. ليش؟ لانه ما يتحرك، ما يتحرك بكيفه مهما كان قائدكم، مهما كان منصبه، مسؤول اتحادية، مسؤول رد سريع، مسؤول وزير دفاع، وزير داخلية، ما يتحرك، مو بكيف أخي، مو بكيف. اللعبة أكبر من حجم الشعب العراقي. أنا مؤامرة عظمى تحاك تقسم تقسم البلد. وش بقى ذوو الضحايا الذين امتزجت مطالبهم بالألم والحسرة على ذويهم، ناشدوا الجهات المعنية بإعادة جثث أبنائهم وفتح تحقيق عاجل وعدم تسويف القضية وتأمين الطريق للحد من هذه العمليات التي استهدفت المئات من الأبرياء في الفترة الأخيرة. كان رايح إلى أربيل فاختطف في منطقة كركوك أو منطقة آمرلي. هاي المنطقة احنا هاي المنطقة ما نعرف، يعني الحكومة تقول احنا الطريق مأمن، وبالتالي الطريق ما مأمن. هاي مو اول حادثة تصير، الحادثة اللي راح فيها الشهيد سجاد ويا 8 من الشرطة الاتحادية واثنين من سرايا السلام، قبلها جماعة اسكندرية ايضا بنفس المكان تكررت نفس الحالة. وبالتالي احنا ناجي الحكومة وين الامان؟ يعني شنو داعش؟ يعني باقي داعش مثلا؟ زين هاي المنطقة، المنطقة اللي بيها هسه يقولون بيها امريكان، هاي المنطقة ما يخلي واحد يفوتها. حسين نفتي المنطقة هاي يمتى تتأمن؟ أدري يمتى راحوا شهداء 10 وقبلها راحوا شهداء 8 والحبل على الجرار. احنا نطالب السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي بحل هاي الأمور اللي تصير أبنائنا بالموصل، بالرمادي، بشط الحدود، بطريق كركوك، دا يستلبون يقتلون. خلي يجيبون الجثث، حكومة وين موجودة؟ قادة الكتل موجودين، خلي يشوفون حل. نتيجة هاي العالم جاي تنذبح. حيدر العبادي من قاعد ببغداد، خلي يشوف فرج شو يصير بالعالم، خلي يشوفون شارع هالمغدورين اللي ناس جاي تنذبح على جلودها. اللي يروح لكركوك واللي يروح للموصل واللي يروح للرمادي، احنا ابنائنا بالموصل راح تبطل هناك. نطالب انه يرجعونا شهدائنا المغدورين، ونطالب حل وضع لهذا الحد المأساوي اللي 18 سنه من صخر صدام حسين لليوم راحت بالالاف. صحاري ضربوا، يتلقون الشرطه، يتلقوا شرطه الحدود. تبقى دموع ذوي الضحايا وآهاتهم شاهدا واضحا على إجرام عناصر داعش ومن يتعاون معهم في قتل أبنائهم. لذا يجب على الحكومة العراقية محاسبة جميع المقصرين في حفظ دماء الأبرياء من أي مكون. من باب الحسين الفتلاوي، قناة التغيير.